السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. حضرتك كان سأل حضرتك سائل بناء على قول شيخ بناء موضوع بناء على قول على قول شيخ على الجندي المصري الذي قتل 3 من إسرائيل. ايوه. فقال ان حضرتك لم تقل اي شيء من القرآن والسنة يبيح ذلك، انما قلت يعني سامحني في اللفظ كما قال بالنص، قلت كلاما كالغوغائيين. فما رد حضرتك؟ لا ابدا. ما قول حضرتك في هذا؟ لو هو كان يفهم لفهم كلامي. في نهاية كلامي قلت له سله لما صنعت هذا، كما قال النبي لحاطب ما حملك على ما صنعت. قال الرسول لحاطب ما حملك على ما صنعت يا حاطب. وذكرت بكلمة تنم عن عاطفتي تجاه للإسلام، قتل امرئ في غابة جريمة فيها نظر، جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هذا الذي قلت له. أما كونه إلا أدبه وأنت تنقل إلا أدبه على الناس هنا لا يليق بك هذا. أنا قلت له ما حمله على ما صنع، هل أنا رقيب عليه؟ ما الحامل له على ما صنع؟ قد تكون هناك أوامر وجهت إليه، قد يكون هم الذين اعتدوا عليه ودافع عن نفسه، 100 سبب. ولا يصح لأحد أن يحكم بناء على ما يظهر للناس على طول كده في الشاشات. نعم. نطلب السائل هذا الجاني الذي أنت تنقل عنه يريد أن ينزل الأمور غير منازلها، واجعل طالوت جالوت وجالوت طالوت. نعم. يريد أن ينزل هذا الكلام، يقول لك خارج على الحكام وقاتل وإلى آخره، ويصف الرجل الذي مات وأفضى إلى ما قدم بأنه خارجي. يريد أن يصف كده هؤلاء الأشكال بهذه الطريقة. فنقولنا له اسأله لما ما الحامل لك على ما صنعت يا حاطب؟ هذا السؤال يوجه إليه. السلام عليكم. نعم الحمد لله تفضل. الحمد لله. والله العظيم يا شيخ انا كده كنت عايز اسالك مساله كده. حديث نزل النهارده، يعني سمعت عن الشاب الذي قتل العباسي الاسرائيليين. ها ماله؟ دلوقتي هم كانوا منزلين حديث بيستدلوا بايه؟ بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل من معلش دقيقه كده، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من قتل معاهدا لم يرح مش هيشوف ريحه الجنه. هل هذا صحيح يطبق على العباسي الاسرائيليين؟ يعني انت تعرف القائل، اسمع الكلام بس، يعني اسمعني. كما القائل يقول قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. فأحيانا نقول ما حملك على ما صنعت؟ يسأل القاتل ما حملك على ما صنعت يا قاتل، وسيجيب ربه ما الذي حملك على هذا الصنيع، يجيب ربه سبحانه. أما أن تجزم له الآن بشيء جنة أو نار، خلاص أفضى إلى ما قدم. وكما أخبرتك اليهود كل يوم دك في المسلمين، دك في المسلمين وتدمير بالصواريخ يوميا على غزة كما لا أخفى عليك، دمار شامل وإهانة للمسجد الأقصى. فانت يقول القائل كان موفق ويقول بيت الشعر هذا، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يعني هذا سيسأل امام الله وهو يجيب ربه. اتفضل. سل